لعب الكرة القدم. أيوه حتى في مدرسة طائف كنت ألعب كرة قدم، لكن استمريت كذلك في أمريكا. يقولون كنت هداف وسجلت رقم، يعني رقم قياسي جيد. أرقام قياسية، ثلاثة أرقام قياسية في أمريكا. إيه. لعبت في النادي الأهلي يا سمو الأمير؟ لا ما لعبت النادي. ما لعبت الكرة في النادي الأهلي؟ لا لعبت تمرين واحد. تمرين واحد. بأمر الأمير عبد الله الفيصل الله يرحمه. عندما يعني كنت أجي في الإجازات أقضيها كلها في المملكة. فأتيت في إجازة من إجازاتي للمملكة. وكنت في جدة مع الأمير عبد الله وكان ميدان التدريب للنادي الأهلي قريب من بيت الأمير عبد الله، فأمرني قال لي روح تدرب مع الأهلي. أدرب مع الأهلي ليش؟ لأني لاعب في الأهلي ولا. فأصر الله يرحمه إلا تروح باكر تدرب مع النادي. فرحت فعلا وتدربت معهم، وبعد ما انتهى التمرين تركت جدة كلها وطلعت الطائف، لأني الحقيقة عملت معاملة في التدريب أزعجتني. شلون؟ صاروا يخلوني أدخل أهداف. يعني الهجوم اللي بيلعب معاي بس يعطيني أنا الكورة، والدفاع اللي قدامي يقول لي تفضل الجول فاضي قدامك. فأنا زعلت الحقيقة. فبس خلصت التمرين ورحت على طول ركبت سيارتي وطلعت الطائف لوحدي، وجلس في الطائف لين جو بعدين هم الطائف وقضيت فيه الطائف، بس ما عاد قعدت في جدة.